من دياله حيدر ايش فيك شو ضايج مخابرنا ضايج من عندنا احد مضوجك اي والله ما نزلت هسه تنزل من داز وما نزل انا ما نزل صدق ولقيتني قبالك قلت والله خل اخابر عليه خل اشوف شنو الموضوع اي والله مو زين اي والله متزوج حيدرته اي والله متزوج صدق زين سؤال يقول هسه اذا انطيك سلطه شنو اول قرار تسوي هذا راح اعرف وين الفوز وانا فوز ما راح اخذ اجازه وانزل بالضبط راح انتهى الموضوع اي والله ليش مين وياك شو حاسه شاد وياك هو والله يعني ما طلعت ننزل وما راح شنو مرهمت هو ما قبل له هي ما ترهم يعني عندكم واجب عندكم انذار عندكم سالفة اكو واحد اسمه علي حسين صبيح اي حلو عشتي اذا كان احب الاسماء اي اي عافية اي هذا نغط عليه من الصبح زين ما تنزل وما تنزل اي نك بيها وما صارت نك بيها هذا روح بيها وين هو هذا شلون هو اقرا الله يموت تموت والعين ان شاء الله ما يطلع شعرات في دول عينه بدو العينة حبيبي حبيبي أخوش مبين علي أوكي حبيبي تحياتي لك يا وردة السلام عليكم سلام ورحمة الله شلونك عيني شلون صحتك يحفظك يخليك من وياي الله يخليك وياك محمد أهلا وسهلا بك يا محمد من محمد وين تخابرنا الله يعطيك العافية أني قبل شوية اتصل بيك ولد اسمه حيدر اي حيدر اي اي يريد ينزل اي طبعا شاءت الأقدار والصدف اي بأنه أنا مطلع البرنامج أنا الرئيس عرفه مالته لا زي ليش ما مخليته ينزل صدق راح صدق راح أكبر بي اليوم راح أكبر بي الفوت كله تدري ليش زي ليش ليش ما نزلت صدق من الصبح ينغق والله من الصبح ينغق أريد أنزل وهو نازل جمعة وخميس ذات اليوم هو كلش قد النزول هالساعة تعدك أول مرة هو ذاك اليوم نازل جمعة وخميس يعني الأخ الرسمي شقد هسه مو رسميا أخ الرسمي شقد لازم كلش قد ينزل أسبوعين؟ هو كل 15 يوم سبعتين كل 15 يوم سبعة أيام هو كان نازل خميس وجمعة إيه؟ لو يعني نازل يومين لو نازل أسبوع إي إي طلب إجازة خميس وجمعة قال إيه؟ عندي شغلة دزينا زين وهسه يريد ينزل ينزل أسبوع لو هم يومين لا هم يومين جمعة خميس باوع كواوي بالموضوع هم اليومين ينزل يومين يومين إي هذا تيس راح أسوي بي أي. أكو عندي بناء هنا عندي ألف بلوكة زين حلوات راح خليه يبنيهن أي. يبنيهن لو يحملهن إيه. ويجيبهن يوديهن إيه لا يبنوه هذا ابن سياج زين نقولها من أول العمار راح أسوي أقول لك نقول ليها من على هنا شفت مترتين ثلاثة هو راح أريد تتونس عليه ليش تتونس تدخن صح فدنو ما أنا حبيت هاي اللقطة والله العظيم